مشاهدينا، الحديث بشكل أكثر تفصيلا على أسواق الخليجية بشكل عام والكويت على وجه الخصوص، ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من الكويت المحلل الاقتصادي الأستاذ ميثم الشخص. مساء الخير وأهلا بك. أهلا وسهلا، مساءكم مساء السادة مشاهدي التلفزيون الإخبارية، بألف خير إن شاء الله. تباين واضح في أداء المؤشرات الكويتية مع حركة ضعيفة تسيطر على أداء السوق، ما تقييمك لأداء البورصة خلال الفترة الماضية؟ حقيقة يمكن البورصات الخليجية كلها الآن تمر بتأثر البيانات المالية، وبالإضافة إلى انعقاد الجمعيات العمومية لهذه الشركات وإقرارها للتوزيعات لبعض القطاعات، لذلك نجد أن هناك قطاعات معينة تتعامل أو تكون بشكل إيجابي كبير، والتركيز يكون كبير على هذه القطاعات، خاصة مثلا قطاع المصارف في مختلف البورصات الخليجية. في الكويت نجد أن القطاع المصرفي الذي هو الأول إعلانا للبيانات المالية والأول عقد للجمعيات العمومية، وبالتالي مسألة التوزيعات النقدية والتوزيعات الأسهم وغيرها، توزيعات الأرباح السنوية الآن هي ما تؤثر حقيقة في كثير من التباينات، حيث أن الكثير من هذه التوزيعات والأرباح يعاد استثمارها سواء في نفس السهم أو في أسهم أخرى في البورصة أو حتى في أمور أخرى قريبة من الأسهم. لذلك أنا أعتقد بأن الفترة الحالية الأمور الإيجابية لربما موجودة بعد فوتسي يوم الخميس الماضي والتداولات الكبيرة، وبعد إعادة المراجعة لمؤشر فوتسي، وبالتالي الأوزان الجديدة هي ما تحرك لربما خلال هذه الفترة الأسهم أو الأسهم وفق الصناديق النشطة حتى تعدل من الأوزان الخاصة بها بالاستثمارات لكل هذه الصناديق العالمية. نعم، نستطيع القول بأن المؤشرات الكويتية بشكل عام كانت تتحرك بشكل إيجابي خلال الأسبوع. باعتقادك هل ستكون قادرة على مواصلة هذا الأداء الإيجابي خلال تداولات هذا الأسبوع أيضا؟ حقيقة خلال عام 2019 وليس فقط خلال هذا الأسبوع، هناك عوامل جيدة وعوامل إيجابية تساعد المؤشرات بأن تحقق قفزات وتحقق مكاسب وتسجل أرقاما إيجابية، نستطيع أن نقول بأنها تاريخية، كون بأن المستوى الصفري للمؤشرات بدأ عند مستوى 5000 في الأول من إبريل من العام الماضي. لذلك خلال هذا الشهر سيكون قد مضى عاما كاملا على مسألة التقسيم، والمؤشر الخاص بالسوق الأول لا زال في المنطقة الإيجابية، لا زال هناك حقيقة من وجهة نظري إمكانية أن يحقق أيضا ارتفاعات إذا ما نظرنا إلى مستوى السيولة، فحتى الآن السيولة التي تجاوزت 30 مليون في جلسة اليوم، معظم هذه السيولة ما يقارب 26 مليون وأكثر ذهبت إلى السوق الأول. لذلك على اعتبارات بأن المؤشرات الخاصة بالسوق الأول ستحقق مكاسب، أما السوق الرئيسي فيعاني أنا أعتقد حتى تتضح الرؤية في مستقبلا، سواء في مسألة إدراج بعض الأسهم إلى فوتسي مؤشر فوتسي، أو مسألة إعادة نظر في مورغان ستانلي MSCI والترقية المرتقبة في إن شاء الله يونيو القادم، مع اعتبار أن هناك ملف مهم جدا خلال هذه الفترة لشركة البورصة وهيئة أسواق المال، وهو ملف الأدوات الاستثمارية الجديدة التي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ إن شاء الله. نعم، دعنا نتحدث عن تقييمك لنتائج الشركات خلال الربع الرابع تحديدا، كيف شاهدت أيضا أداء شركة الامتيازات القابضة بعد تراجع خسائرها بحوالي 83% في الربع الرابع؟ كثير من الشركات لا يزال كان يعاني من مسألة الأزمة المالية العالمية في عام 2008، على الرغم من أكثر من 11 سنة تقريبا نحن نتكلم عن يعني المعالجة التي أدت إلى فقد أصول معينة، أدت إلى تراجع في الأرباح، أدت إلى خروج كثير من الشركات. في أحد الشركات
تم إيقافها مؤخرا كون أن الخسائر الرأسمالية بلغت مستوى قريب من يعني كبير جدا، ومستوى قريب من يعني خروج هذه الشركة من البورصة كون أن يجب أن يكون هناك رأسمال أو خسائر لا تتجاوز 75%. الخسائر كانت كبيرة جدا، لذلك الشركات التي تعود تدريجيا إلى مستوى الربحية وتتوقف عندها الخسائر، أنا أعتقد بأن إعادة الهيكل المالية لهذه الشركات قد أتت ثمارها، وبالتالي طبعا باستثناء قطاعات معينة، قطاع البنوك حقيقة كان صامدا وكان هو الأكثر حضورا، لذلك القطاع الوحيد الذي كان هناك نسبة النمو الربحية فيه كبير جدا، ومستوى التوزيعات أيضا للأرباح كان في مستوى الطموح. نعم، تقييمك أستاذ ميثم أيضا لحجم الأرباح التي أعلن عنها البنك الأهلي بعد توزيع 14 فلساً كأرباح عن عام 2018؟ حقيقة البنوك المتوسطة أو الصغيرة في ظل المنافسة الشديدة إذا ما حققت مثل هذه الأرقام فهي طبعا أرقام ممتازة، ونعتقد بأن يعني الإدارة الجديدة التي يعني الآن كذا سنة الآن تحقق خط مستقيم في مسألة النمو، وبالتالي أنا أعتقد أن البنك الأهلي باستطاعته أن يحقق شيء جيد للمستثمرين. يبقى أن تفاعل السهم في البورصة ليس بالتفاعل الكبير، هو من الأسهم التي هوامش التحرك ليست كبيرة، هناك يعني عمليات شراء مقننة إن صح التعبير لهذا السهم. يبقى أن الربحية ومستوى ونسبة الأرباح تحقق الفائدة للمستثمرين طويلي الأجل، المضاربين يبتعدون عن مثل هذه الأسهم وأنماط هذه الأسهم كون أن السيولة ليست كبيرة لتداول مثل هذا السهم، لكن يبقى أن البيانات المالية والأرباح لمثل هذه الأسهم علامة فارقة في مثل هذه الأوقات. نعم، كيف تعلق على وقف التداول على أسهم شركة ياكو الطبية المدرجة في بورصة الكويت، علما بأن خسائر الشركة المتراكمة بلغت حوالي 132%؟ نعم، حقيقة هذا ما كنا نتكلم عنه قبل قليل بأن هناك شركات يتم إيقافها طبقا للأرباح والخسائر، وخاصة الخسائر الكبيرة، وبالتالي مثل هذه الخسائر عندما تعلن البيانات المالية الآن ينتظر أن تناقش أسباب هذه الخسائر في الجمعية العمومية. أنا أعتقد بأن المخصصات الكثير من الأمور لهذه الشركة، يعني دخلت هذه الشركة حقيقة في صراعات بين المستثمرين، وهناك عدد من القضايا ما بين المستثمرين والإدارات السابقة، لذلك أنا أعتقد بأن هذه الشركة كانت تحقق الكثير، لديها الكثير من المناقصات يعني في سنوات سابقة مع وزارة الصحة الكويتية وعدد كبير أيضا من القطاعات المختلفة الصحية. نعم، لكن حقيقة في الآونة الأخيرة وجدنا أن النشاط بدأ يعني يهتز بشكل كبير، ويعني تحتاج الإدارة إلى تفسير العديد من الأمور حتى تعيد الثقة، وأنا أعتقد أنه صعب جدا أن تحقق المعادلة الصعبة وتعود إلى التداول في البورصة الكويتية في الوقت الحاضر. نعم، المحلل الاقتصادي ميثم الشخص كنت معي من الكويت، شكرا جزيلا لك.